أكد عدد من المواطنين أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص الدولة على التواصل مع المواطنين. وأشاد المواطنون بالقرارات لافتين إلى أنها تبعث برسائل هامة في ظل ما يشهده العالم من تطورات. والله قرارات توقيتها مناسب جدا، يعني لعلم الحكومة والقيادة العليا بالظروف والمعاناة اللي بيعيشها الشعب في نظرا للحرب الأوكرانية والمتغيرات العالمية. فطبعا ده قرار جميل جدا وبيصب في صالح المواطن اللي هو في الاخر في خدمه الوطن كله. خطوه كويسه جدا كمان، وان شاء الله التضخم يقل والاسعار ترجع زي زمان والاجور تفضل عاليه، فان شاء الله تبقى خطوه كويسه. كويسه جدا، يعني كمان هي جايه في ظل الظروف كويس، يعني ان احنا داخلين على رمضان والدنيا طبعا هتبقى سوا صعبه والعيد وكلام من ده، فاكيد الوقت بصراحه مناسب. وانا بصراحة بشكر الحكومة على حاجة جميلة زي كده. يعني دلوقتي احنا شايفين ان البلد بتطلع في تقدم كتير، شايفين في طرق، شايفين في كباري، شايفين في طرق مواصلات، ده حلوة جدا. بس طبعا العالم كله بيعاني عشان مشكلة اوكرانيا واللي حصل في الكورونا ده اخر شوية. انا شايف ان البلد فيها حاجات حلوة كتير.